حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن 2019، عن آمال الناس بعام 2019، شنو اللي يرجون الناس ب 2019، وشنو اللي يتوقعوا راح يصير ب 2019، وشنو اللي ما راح يتغير. تابعونا بعد الفاصل. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم لن عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصياً مبشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في برنامجكم صوتكم، هذا البرنامج الذي أوجدناه لسماع آرائكم ونقلها إلى الناس كافة. أرقام موجودة أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون على أي رقم تختارون، نسمع بصوتكم، نسمع برأيكم، نسمع اللي تردون تقولوا. أيضا عندنا برنامج الواتساب، نقدر نأخذ برسائلكم. أنوه للسادة المشاهدين الرقم الواتساب اللي راح يظهر، ما نقدر نستقبل بأي اتصال، فقط رسائلكم. اللي يريد يوجه رسالة يكتب رسالته، يكتب اسمه بالنهاية ومن وين هو، وإن شاء الله راح نقرأ الهيا ونبثل الهيا بالبرنامج. 2019 اليوم 1/1، كل دول العالم فوق 190 دولة، واحد يهني الثاني عدا الدول العربية وعدا العراق بالتحديد. كنت أتمنى لما أطلع بحلقة صوتكم بعام جديد وسنة جديدة أهنيكم، أقدم لكم تهاني، أبارك لكم، بس على شنو أهني؟ أهني على نزوح أكثر من 2 مليون واحد؟ لو أهني على دمار محافظاتنا؟ لو أهني على فساد المستشري بالدولة؟ لو أهني على الظلم اللي دا يصير بالعراق؟ لو أهني على الأبرياء اللي موجودين بالسجون؟ فما أقدر أهني. كل اللي أقوله أرجو من الله عز وجل أن يمن على العراق بخير، أن يمن على العراق برفع الغمة، أن يمن على العراق والعراقيين تحديداً والأمة العربية والإسلامية بشكل عام براحة البال وزوال الغمم وزوال المشاكل والأزمات، وأن ترجع المنطقة مثل ما كانت سابقاً. أرجو من الله عز وجل أن يرجع العراقيين متعايشين بيناتهم مثل ما كانوا قبل، لا يفكرون بحزب ولا يفكرون بميليشيا ولا يفكرون بداعش ولا يفكرون بشيء من اللي دا يصير حاليا بالعراق، ولا يفكرون انه اكو شيء راح يظلمهم، ولا يفكرون السجن شلون صاير، ولا يفكرون ابنه من يطلع من البيت راح يرجع له لو لا. ارجو من الله ذلك. لكن هسه احنا طبينا ب 2019، مشاكل العراق هوايه. هاي السنه اريد اسمع ارائكم، انتم شو تقولون بها؟ شنو اللي تتوقعون راح يصير بال 2019؟ اكو شيء راح يتغير لو لا؟ 2019 طبينا لها، من المفترض انه احنا دخلنا هاي السنه عندنا حكومه صار لها تقريبا 6 أشهر كامله متكامله، وهي يعني دا تسير امور البلد، عندنا سلطه، انا اسميها مو حكومه.
لكن إلى الآن السلطة ما اكتملت. حكومة عادل عبد المهدي لحد الآن ما اكتملت، ناقصة لحد الآن، بها ثلاث وزراء ناقصين، وأهم ثلاث وزراء دفاع اللي يحمي البلد من الشرور الخارجية، إذا كان عندنا دفاع. داخلية اللي تحمي الداخل من الأزمات واللي تحميه من السرقات والجرائم، إذا كان فعلا عندنا داخلية. وعدل اللي تقدم إلى الناس القضاء العادل، واللي تقدم لهم حقوقهم، واللي تدافع عن حقوقهم، يعني وتمحي عنهم كل مظالم الدنيا، وتوقف وياهم مو ضدهم. لما يطب واحد إلى محكمة، هو داخل فعليا إلى وزارة العدل، لما يطلب جيرة من محكمة أو من ضابط شرطة أنه أنا أريد القانون، هنا هي وزارة العدل. هاي إذا كان أكو عدل بالعراق، إذا كان ماكو ظلم، إذا كانوا المساجين اللي موجودين بالسجون هم فعلا مجرمين. لكن مع الأسف من 2003 لليوم لا قضاء محترم عندنا بالعراق، لا جيش محترم عندنا بالعراق، ولا داخلية محترمة عندنا بالعراق. الجيش اللي من المفترض انه احنا ما نشوفه بالمدينة، الجيش اللي من المفترض اللي احنا نشوفه فقط على الحدود لما يصير اكو شر خارجي يريد يأذي البلد، نشوفه طلع، نشوف الجندي، مو ما نشوفه يعني بنهاية انه ما نشوفه، بس ما ينتشر بالمدينة، وهو يقوم بمهام وزارة الداخلية. هذا اللي همنا دا يصير بالعراق. عندي اول اتصال بحلقة اليوم، ابو حسن. ابو حسن من العاصمة العراقية بغداد، حياك الله. الله يبارك فيك اخويا. انا اتعجب على الناس اللي يحتفلون بعيد الميلاد، شو يحتفلون؟ على الناس مهجرة بالخيم بالبرد، يحال ضيف حالهم، لا نفط لا كهرباء لا مي، يعني اتعجب على البحر طلقات يضربون ومحتفلين وفرحانين، يعني على من يحتفلون؟ يعني شلون عندهم كرامه يحتفلون واخوهم المسلم متاذي ومتدمر؟ هاي وحده. تجي للصحه والله العظيم، يعني مله الالحاد بها الا ما رحم ربي. يعني تدمير الزراعه مدمره، سرقات، قتل وارهاب، تهجير، يا اخي دول على من يحتفلون؟ يعني والله اتعجباني. يعني انا والله يعني من اشوف البشر هذا يعني قلبي يحترق عليه، لأن هذا شنو مولد بلد، وهاي جارة سيئة تصيت هاي إيران اللي عطلها على إيران، هذول كلهم إسرائيليين والله، يعني حتى أنسابهم إسرائيليين، وأنا متأكد من كلامي، هذول كفرة. يعني البلد هذا يعني شلون واحد يحتفل والناس جوعانين بالبرد؟ والله أكبر يا ربي. يعني ما يقول إحنا مسلمين، شلون مسلمين؟ يعني بس أبدأ أعرف شلون إحنا مسلمين إذا ما نحسب أخونا، نحسب جارنا، نحسب اي انسان بالكون. بس ما ادري يعني الناس هاي ما ادري ايش بيها، يعني لا داخليه، يعني يتعاركون على المناصب، يعني ما يهمهم البشر، ما يهمهم. يعني يقول لك خليه يموت شنو، واذا مات، لكن لو واحد من اطفاله كان قرب الدنيا كان طياره خاصه ودان اي دوله، ارقى دوله بالطب العالم. اما يعني بين الحياه والموت، وراضي بالله ايش يقسم لي اياه. بس اكو ناس عمي ما عدا والله العظيم، يعني بالمستشفيات مستشفى واحده يمكن بين يوم ويوم بكتله ايام اربع ايام واحد اثنين من الاطفال يموتون. اكو ناس ما عدا عم تجيب دواء، يعني وزاره الصحه غير لازم توفر دواء بالمستشفى، روح اشتري من برا، تحاليل من برا. يعني ناس كفره. وهذا شو اسمه اللي يحكي قبل شويه، شو اسمه عبد الله الشيطان، هذا جلال الحقير لما يقول ماكو دولة مثلكم. الله صدق والله، يعني جاكم انتوا سويتوا ماكو دولة مثلنا، دولة ارهاب، طببوا لنا داعش من سوريا. ليش؟ اصحوا يا شعب، اصحوا والله العظيم ترى القادم يخوف. لا تقول لي سنة جديدة وان شاء الله تتحقق، اذا ما تتحقق شلون اقول لك ان شاء الله؟ لازم الشعب يحكي يتحرك. نعم. وما المظاهرات، ما مظاهرات ترى كلها سلم، ما يسوي لكم كل شيء. هاي الغربية مدمرة، الموصل، ديالة، صلاح الدين، الحويجة ما حد يذكرها، الأسى هاي الغربية، البصرة الله أكبر. يعني مو بشر دولة، عدين منكم وبيكم، قشمروهم لعنة الله على القوم الكافرين.
نعم، شكرا شكرا لك ابو حسن. ابو حسن ذكر يعني عده نقاط، منها الخدمات هي اهم شيء يعني حاليا. المشكله انه المواطن العراقي مطالبه بدات تتراجع. كل العالم هسه من يطالب برفاهيه. اسال اي شخص، جيب اماراتي يقول له شو تريد، يقول لك اريد يحط لي انترنت مجاني بكل الامارات. جيب نرويجي يقول له انت شو تريد، يقول لك انا اريد القطار يوصل الباب بيتي. جيب امريكي يقول له انت شو تريد، يقول لك انا اريد الطياره تنزلني باب البيت. الا العراقي. العراقي سنه عن سنه ده ترجع مطالبه. كان ان كان يفكر برفاهيه قام يفكر بالامان، الامان قام يفكر بالكهرباء، الكهرباء قام يفكر بالمي، يعني قام يفكر بالاساسيات، الاساسيات اللي من المفترض هو ما يفكر بيها. الامان، الكهرباء، الصحه، المي، المجاري، ذني التربيه، الزراعه، ذني المفروض ما يفكر بيها، ذني اساسيات، ذني من المفترض ان كان عادل عبد المهدي عفوا او عشرة غيره يا هو اللي يجي يكون رئيس وزراء يمشي ذني الامور مثل الساعه. اكو مدارس تشتغل، واكو مستشفيات تشتغل، واكو وزاره تربيه وتعليم تشتغل، واكو وزاره الصحه تشتغل، ومزارع العراق اللي كانت عامره والسله الغذائيه العراقيه كانت عامره، ان كان بدياله وان كان بالوسط وان كان بالجنوب، واللي كان العراقي يصدر تمر وتمن عنبر وبرتقال ورمان ومن السماء وغيره 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 وغيره. فالمفروض هذني ما يفكر بيهن، ذني المفروض المواطن خلص نساهن. يبدي يفكر المواطن شلون يطور نفسه، شلون ابنه من يكبر ويتخرج من الجامعه عمره 22 سنه يوفر له شيء يقدر يوقف فيه على رجليه، مو يرجع يفكر لي بالمي والغاز والكهرباء وغيرها. اسماء من ديالى ويانا، حياك الله اخت اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحية لك ولكل سادة بالقناة. طبعا يا أستاذ، بالنسبة لموضوعكم، صح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. احنا نشوف جوارينا اكو منهم جائعين، ينسون بيجي حفلات ويصرف بالملايين بالدولارات يصرف، وجارنا جائع وما عنده شيء، من نروح يمهم يسأل عليهم يسأل على أحوالهم. بس هيك بنجيك مناسبات نفرح، صحيح مثل ما قال الاخ اللي قبلي. نعم نعم وياك. نفرح اي نفرح على شنو؟ نفرح على شنو؟ على شنو نفرح؟ على النازحين؟ استاذ اسال بس في الموضوع احب اوصلها، احنا دائما نقول الحشد والجرائم الحشد، خليني نوصل جرائم الاسايش اللي يسمح لي اي كردي، طبعا انا كرديه وجيراننا نازحين من سليمان، يعني جيراننا نازحين واحنا هم نازحين، بس جيراننا نازحين من تكريت ما رجعوا لان بيتهم مهدمه، ما فتحوا بيت حتى بالسجار قاعدين، طبوا عليهم عصايش، قالوا نفتش بيتكم، شافوا مره ارمله رادوا منها بالقوه بالقوه. استاذ اسهل، هذا اسلوب، هذا اخلاق، مو عندكم اخوات، مو عندكم امهات، شلون تعاملون هيك نساء؟ بالقوة أخذ من المرأة رقم تلفونها، الأسايش قالوا إذا ما أعطيتي رقم تلفونك راح نذبحك بهذا البيت وما نخليك بعد تعيشين بكردستان ولا لحظة واحدة. أستاذ أسل، هذا تعامل، هذا أسلوب. أكو من الأسايش البعض، مو نقول الكل، منهم هواي أذين النازحين اللي ما راجعين، يقولون ليش ما ترجعون؟ ومناطقكم آمنة، ما يخالف، ما عندهم بيت. وين يرجعون؟ قاعدين هنا شوية أمان وإيجار قاعدين، يعني هذا أسلوب، هذا تعامل. إحنا في ننتظر من هاي السنة؟ والله إحنا سنة 2018 هم بدنا يتحسن أو نشوف توقعات، هم بدنا توقعات، بس شفنا الأسوأ والأسوأ. طبعاً هاي العائلة كلش يعني عائلة كلش فقيرة، ما عندهم أي شيء، فيعاملون هاي المرة هيك معاملة خطية، يتامى عندها أربعة. تاخذون من عندها رقم تلفونها بالقوه، الله اكبر على جرائمهم، ان شاء الله يا ربي يصبحون الدنيا وقبل الاخره ان شاء الله. نعم، شكرا شكرا لك اخت اسماء. قضيه اخرى مهمه هي احب انوه لها، انه يجب المواطن يعرف شغله
وزير التربيه من يجي وزير التربيه يعني مو من حقه انه يغير مناهج. نعم هو وزير، بس وزير التربيه المفروض يسير عمل المدارس، يفكر شلون يرفع واقع التعليم بالعراق. الكتب وصلت لو ما وصلت، يتابع طباعة الكتب، لكن أنه نجد المناهج الدراسية العراقية في المزابل وجديدة ومسلفنة وما حد فاتحها، وكل وزير يجي حسب مزاجه يغير المنهج لأنه هو يقول هذا المنهج ما يعجبني، هذا مو بكيفك. يعني الدولة العراقية الحديثة تأسست عام 1920 بقدوم الملكية، والملك فيصل الأول نصب حاكما على العراق وعلى عرش العراق ولبس التاج. من 1920 إلى 2003 إذا نفكر بالمناهج التدريسية راح نلقيها يمكن يا اثنين يا ثلاثة اللي أنا واعي عليهن، واعي على القراءة الخلدونية والقراءة العادية اللي وراها. من 2003 لليوم يمكن ست مناهج مدري سبع مناهج للطلاب، وفوق القهر لما يطلعون رئيس قسم العلوم الصرفة في وزارة التربية مسألة بسيطة بالرياضيات ما يعرف يحلها، لو يسألهم واقع الفعل الديكارتي أو الصرف الديكارتي، أكو أشياء يعني أكو لجان مختصة بالمناهج والتدريس، أكو لجان تعرف المرحلة الابتدائية ايش تطيها والمرحلة المتوسطة ايش تطيها والثانوية ايش تطيها. مو ياهل كان يجي يقول أنا الفهيم، بس هذا زمننا، هذا زمننا. لما يطلع رئيس قسم العلوم الصرفة ويقول المشكلة بالأهل لأنه عقليتهم قديمة، دقة قديمة على قولة المصريين، يقول الابن هو يعلم ابوه، عيب. هنا انت ضربت الاخلاق كلها، ضربت اللي ما تربينا عليه طول عمرنا. عمر الابن ما علم ابوه، يبقى الاب اب والابن ابن، وتبقى الام ام والابن والابنه ابنه. عمرنا ما فكرنا انه يجي يوم من الايام يجي واحد كبير يقول الولد يعلم ابوه، تقبلها انت على نفسك ولا عادل عبد المهدي ولا نور المالكي ولا غيرها. بس فعليا نحن في زمن اللا قيم، مو للشعب، لا حاشا لله، زمن اللا قيم إلهم، للي دي يحكمون، للاحزاب. ام ازهر من بغداد، حياك الله ام ازهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احييك واحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. أنت سأل السؤال في بداية البرنامج، هل سيتغير الوضع؟ نعم. أنا أجاوب أقول لك بعد سنة وألف سنة ما يتغير، طول ما هذول الأحزاب موجودة وطول ما الوجوه الكادحة موجودة من إيران. إحنا يتغير عندنا الوضع، هذول جايين برمجين نفسهم من أمريكا وإسرائيل وإيران على تخريب العراق. فمن إذا الشعب ينتفض وإذا الشعب يحس أنه أكو هذول ظالمين منصدق مثل البصرة والموصل والمناطق المنكوبة كلها، فينتفض انتفاضة قوية بالسلاح. يلا يلا احنا نقدر نقضي على هالوجوه، الوجوه الكادحة اللي جاية تمص دمنا، مصت دم العراقيين، مصت ونفطنا دا ينباع، اموالنا دا تروح لإيران والكل يلعب بينا، وترام يجي يزور القواعد مالته ويروح وما يدير بال هذول الموجودين، وكل من يجي يخش البلد بلدنا ويطلع ماكو سيادة. لو أكو سيادة بالبلد كان ما صار بينا هالشكل، وما رح يصير بينا هالشكل إذا ما صار عندنا سيادة قوية ووطن قوي بقيادة واحدة بدون أحزاب، بقيادة واحدة. يلا إحنا يتعدل بلدنا ويرجع مثل ما كان سابقا، قوي، تاج على طول، على تاج على رؤوس العرب كلها إحنا كنا. وأنا أشكرك. شكرا شكرا لك أم أزهر.
طبعا يعني كانت باتصال ام ازهار واقع مدرسه ده يظهر على الشاشه. لو تدققون بالمدرسه مبكيه، هاي مدرسه بال 2018 وطبينا بال 2019، سقف واقع وشبابيك ماكو، بيبان ماكو، الدرج مهدم، السياج تعبان. ما اتذكر في يوم من الايام كانت مدارس العراق بهذا الشكل البائس مثل ما وصف الشعب مطشر السوداني. اتذكر الروضات كانت السياج الاسيجه مالتها مرسومه ومزينه، والمدارس كانت مصبوغه والساحات معدله وزرع، وكانت اكو مختبرات، والمختبرات كانت بيها وسائل ايضاح ومختبر كيمياء ومختبر فيزياء ومختبر احياء، وشيش كانت بيها اجنه وبيها حيوانات مجم يعني محنطه عفوا حتى الطالب يتعلم. اتذكر الطالب من كان يطب للمدرسه ما كان يحس بغمه مثل ما يحس هسه الطالب، فارش لي كرتونه وقاعد عليها هو وزملائه. هذا الطفل، هذا الطفل اللي هو لبنه المستقبل. عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ونوري المالكي ترى هم كانوا اطفال قبل، هم كانوا مثل ذول الاطفال، بس هم درسوا بمدارس محترمه، وذول اللي يحكمون هسه اللي ذكرت اسمائهم يدرسون الشعب بمدارس تعبانه. انت لازم تبني هذا الجيل، لانه هذا الجيل هو اللي راح يلزم البلد بعدك. اريد اوصل رساله الى كل من يحكم في المحافظات وبالمجالس وبالحكومه وبالبرلمان، لو دامت للي قبلك ما كان وصلت لك وما راح تدوم لك. ابو اسد من البصره حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك حين استاذ ابو؟ حياك الله، الحمد لله والشكر. انت شلونكم؟ زين. نعمه. انا بس احب اعلق تعليق صغير على الحكومه او على المدارس. امر. انا سنه 75 نعم خلصت جامعه البصره. نعم. تعينت مدرس. نعم. الى 2003 نعم. انا مدرس جامعه البصره. نعم. بعد 2003 نقلوني من جامعة البصرة إلى جامعة العراقية ببغداد، هنا جامعة. نعم. ما يعني ما تذكر صورة. تابع من الأحزاب. أصلح لهم دفاتر ما تشذب. نعم. دفاتر دولة مو تكذب. دار أفل. نعم نعم وياك. تسمعني؟ نعم أسمعك كلش زين. اي اصلحهم دفاتر ما تشذب. شافوا تصريح ياثر عليهم طلعوا حالوني على التقاعد. اي هاي الحكومه مالتك يا عمي. قبل شوي قلت شيء ما قالت ترى اجى بالقوه ما يطلع الا بالقوه، مال مظاهرات ومال اعتصامات، وعندنا ما شاء الله شيوخ همينا بنص لدين واعترافات طيبين. نعم. واحزاب عندهم ما صارت وتساعدهم، بس الشعب مع سلامات الشعب يمشي ورا اللي يحكم، يمشي ورا اللي بتشيه، يمشي ورا الحكم، وين اكو لقمه قال لها يمشي ورا. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ابو اسد. لك دوام الصحه والعافيه يا ربي. محمد من بغداد ويانا، حياك الله يا محمد. يا هلا بك. يا هلا هلا بيك. يا هلا بيك. يا هلا بيك يا اخي. يا اخي هذه المدارس الاهليه سواء نعم سقطوا العين بالعراق. ليش هذا الدافع له مليونين ثلاثه؟ المدرس يطب عادي هو ينطي الاسئله هو ينطي كل شيء ينطي، بس بالحكومي تختلف. الحكومي يختلف. ليش يختلف الحكومي؟ لان في مراقبه بشغلات يمنع الطالب يعلمه على الصحيح ما يعلمه على الغلط. هناك المدارس الاهليه بتحوم تجاره تجاره. بس اخ محمد انت تحكي يعني بهالزمن اكو مراقبه هسه بهالوقت هذا؟ اكو مراقبه. ليش المناهج تختلف ما بين مدرسه خاصه ومدرسه حكوميه؟ وتختلف ليش بيها فلوس؟ مو ليش بيها فلوس؟ ليش تختلف تجاريه؟ ليش تجاريه؟ يا حسين البضاعه اليابانيه لا صينيه؟ لا مو انت هسه اعطيتني بضاعتين، اعطيتني بضاعه صينيه وبضاعه يابانيه، لكن انا سؤالي المنهج يختلف بالمدرسة الخاصة والحكومي؟ شو هالعاد؟ هو اختلاف بها؟ لأن هذيك تدفع بها 3 ملايين قصد.
يعني انت ناجح بدون علم، بس الحكومية لا. انا فاهمك فاهمك اخي محمد. عفوا سؤالي اللي هو الكتاب، كتاب الرياضيات بالمدرسة الحكومية يختلف عن كتاب الرياضيات اللي موجود بالمدرسة الخاصة، والقراءة كذلك، والإنجليزي والجغرافيا والوطنية، كل هذا المنهج. انت ما قاعد افهم كلامي. صارت المدرسة تجارية، يعني انت ناجح اصلا ناجح، انت درست مدرسة بالاهلية كناجح، لان انت دافع فلوس. صحيح، دافع، لان حاط يسوون اغراض واحد قبلك وقبلك اجيال اجيال. صحيح، لكن الاشكال يا سيدي انه وزارة التربية اكو تظاهرات واهالي يقولون المنهج بمشكلة اصلا. المشكلة انت حطيت ايدك على مشكلة صغيرة وهي المدرسة الخاصة. المدرسة الخاصة المفروض تعرف انه يحلها مو انت واني، الوزارة. اي صحيح، هذول التوبية مو فقير يروح لها. انت الفقير عندك 3 ملايين 4 يدفع قصر، هذول ناجحين. ابن الفقير قاعد كل شيء معكو قاعد بالمدرسة الحكومية يعالج الى ما ينجح ربك ينجحه ان شاء الله. وهاي كل سنة يغيرون الكتب، ليش بيها فلوس طبعا؟ هاي غيروها كلها فلوس ضلائل مليارات فلوس هاي. غيروا كلمتين ثلاثة بالانجليزي بالرياضيات وكل الكتب يغيروها. هاي كل سنة من بدت 2003 لحد الان يغيرون بالمناهج. هاي كلها فلوس عمي طبعا، كلها بإيران والأردن، كان قبل بسوريا عشان تجينا كتب من عدد يذبوها ينطوها محافظات كلها ماكو. كان كتب كل سنين ثلاثة بكتاب يشاركون. نعم. ومن عدد يشتروها من سوق السراي وغيرها. هاي شغلة تعبانة. بعد مين في العراق؟ راجل شعب يقوم مسلح مسلح. نعم. شعب يقوم مسلح. من قام بثورة 20 مسلح؟ على الاحتلال وعلى العملاء وعلى الجواسيس. هذا نفس الحالة. هسه راجل مظاهرة مسلحة. تقوم على الاحتلال. تقوم على إيران، تقوم على أمريكا، تقوم أي واحد هنا بالبلد. عندك هنا بالبلد، يلا طلع. عندك. يلا طلع. قد ترجع المصانع، ترجع المزارع، قد ترجع الحياة العراقية. دمرونا عمي، دمروا الإسلام، دمروا الحرب. هذول كلهم عملاء جايبين من هنا يضحكون علينا، يصفطون براسنا فلاوات وكذب وفلوس وكثير وذبح وصالح. نعم. والشعب نايم. نعم. الشعب غير يقوم. هو من يقوم؟ غير الشعب يقوم، غير الشعب يقاتل، غير الشعب يحامي نفسه، غير يحامي بلده، يحامي حدوده، يحامي علمه، يحامي دوانا، كتال يحامي هو الشعب. منه غير الشعب؟ لا ماكو شعب. الشعب نايم. ثلاثة أربعة نصف بالحكومة ونصف نايم. نعم. يداومون قشمر يقول رواتي بالهذا، والنصف راح مهدم أكبر محافظات العراق واقعة. الموصل، الرمادي، ديالة، إن هذني منبع العراق، إن اقتصاد العراق هذني ثلاث محافظات، الزراعة، الصناعة كلها بيها، والعلم كلها بيها. نعم. دمرها. مش بقت بعد. بقت من أنا شكو أنا. كل شيء ماكو. كلها شرطة وجيش وخاف شكو. نعم. اسمون الشعب يا عمي الله يخليه. ليس إلا شارع. إلا الشعب يقوم مسلح. نعم. إلا الشعب يقوم مسلح الله يقدر كل شيء قاوم. لا قاوم. الاحتلال يرجع. مثل ما طلعوا أجدادهم قبل. نعم. حنظل احنا نظل نصفط وكل شيء ماكو. نعم. شكرا لك اخ محمد من بغداد. عندي سعد من ميسان، حياك الله يا سعد. الله يخليك يا حبيبي. يخليك ربي. يخليك. انا اشكرك على هذا البرنامج القيم، واحنا بانتظاره حبيبي. عفوا اخ سعد، بس هو شكر الى اداره القناه اللي اوجدت هذا البرنامج وخلتها في خارطة البرامج أو كالندر البرامج في القناة، وأيضا إلى الأخوة اللي قدمون هذا البرنامج. أنا واحد من تيم كامل نقدم هذا البرنامج، فهو واجبنا اتجاهكم. تفضل أخ سعد. الله يخليك. إحنا بالنسبة إلى سنة جديدة، نعم، هي ما تختلف عن سنة 2018. بدليل أنه كل الحكومة اللي هي هسه شكلت، نعم، هي ما راح تقدم شيء. هي اللي ب2018 كل شيء ما قدمت، واخر منعطف للحكومه العراقيه انه بريمر او القوات المحتله دخل بريمر بدون
بدون احترام للحكومة العراقية. قصدك يعني ترامب. كأنما ترامب دخل إلى دولة لها تاريخ وعمق. ليش هو أخ سعد يعني منو بيهم احترم هذان الحكومات من 2003 لليوم؟ بوش الابن، لو أوباما، لو ترامب، لو قاسم سليماني، يا سيدي، لو محمود أحمد نجاد. خص الإيرانيين يدخلون حسب مزاجهم، بس أنا راح أقول لك كل الحكومات المتعاقبة اللي هي عار عليهم مستقبلا، لأن الأجيال راح تسجل موقف عليهم إذا كل هذه التداعيات نتيجة الاحتلال. قلت لك ترامب دخل أي يعني لو كان أي عراقي شريف ابن أخوه يدخل للبيت بدون أن يدق الباب فعار عليه. شلون رجل غريب يدخل لبلدنا بدون أن يستأذن، بدون أن يحترم الآخرين؟ فيا سيدي ما أخر من عطف اللي هو أساؤنا الأمريكان من 2003 وآخر هذه السنة. بالأمس القريب دخل ترامب بدون أي احترام، بدون أي دبلوماسية مقدمة أو احتراما للحكومة العراقية. فالحكومة العراقية ب 2018 ما قدمت سوى الانهيار الاقتصادي، زيادة العاقلين عن العمل، والإساءة إلى شعبهم في البصرة، إساءة إلى شعبهم. شعبي يطالب مي حلو ويشرب مي حلو، بلدي يصدر 4,300,000 يوميا، عشرات بل مئات من العاطلين عن العمل، والله ما يخجلون ذولي. هذه الحكومة عليها أن تعيد النظر، بل هي مو حكومة. نعم. وصايا من الأمريكان، هم خلوهم، هم يصرفون بعقلية العراقيين، ذول مو سياسيين، ذول عصابة مافيا يا سيدي، مافيا، بدليل ما لهم احترام من الدول المجاورة. الإيراني يدخل كما يرغب، والأمريكي يدخل كما يشاء. نعم، شكرا أخ سعد. لكن سيد العزيز، هو مو بس يعني ترامب اللي ما احترم الحكومة العراقية. كنا نتذكر لما طلع حيدر العبادي وسلمان الخطاط على التلفزيون قاعدين على الكرسي ينتظرون أوباما قاعد على يمينهم، هو وتريزا ماي، وأصور ماكرون وتاليتها بالعراقي. أوباما لبس الحيدر العبادي، طلع ذليل كأنما تابع إلى أوباما، ينتظره بس يسلم عليه دي يتوسل بيه تواسيل. سيد العزيز، الحكومة ما احترمت نفسها أصلا حتى يحترموها. من 2003 إلى اليوم ما احترموا نفسهم أصلا. هل تعتقد أنه أكو دولة بالعالم تحترم نفسها، تحترم من ساعدها على احتلال بلدها؟ دولة ساعدوا الأمريكان على احتلال البلد. هتلر اللي كل العالم يقول عليه مجرم، هتلر اللي كل العالم يقول سوى بأوروبا، قال كرهت وما كرهت كل من ساعدني على احتلال بلده، أو أكثر ما كرهت. هذا هتلر اللي نعتبره احنا مجرم قال هاي الكلمة. وأمريكا ذاك اليوم ويا فيتنام دفرتهم للفيتناميين اللي ساعدوهم، وكانوا حكومات يوم قال لهم احنا خلصنا وراح نطلع، شعبكم هو اللي راح يقتص منكم. سيد العزيز، انا راح اقول لك كلمه واحده، هم ما احترموا نفسهم حتى يحترموهم. اما قبل ما اخذ اتصال ابو ناصر، عندي محمد من بغداد يقول المدارس الخاصه، تعقيب صغير اخ محمد، المدارس الخاصه والحكوميه بكل العالم موجوده، وبكل العالم المدارس الخاصه اغلى من الحكوميه. نعم الفارق بالعراق كبير، نعم ماكو مقاييس بالعراق وماكو سيطرة نوعية، لكن أنا كان سؤالي، أنت قلت المنهج يختلف، المنهج إذا اختلف هاي ترى طامة كبرى، المنهج إذا كان بمدرسة عن مدرسة أخرى يختلف، وزارة التربية ما تدري هاي طامة كبرى. كانوا قبل وبكل العالم أكو مدرسة خاصة، أكو مدرسة حكومية، أكو منهج مقر من وزارة التربية ومنهج مقر من وزارة التعليم العالي إلى الجامعات الخاصة والحكومية يمشون عليه. أما كل مدرسة تحط لها منهج وتقول تعالى علمك يا طلابي منهجي، هاي طامة كبرى لازم نلقي لها حل. أبو ناصر من تركيا، حياك الله يا أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ أفندي. عليكم السلام، حيا حضرتك وقناة الرافدين أستاذ الفاضل. وقبل ما أتطرق على الاحتفالات مال سنة 2019، نعم، أقول والله عيب على رجل بمنصب رئيس وزراء دولة، هاي إذا كان عندنا دولة
عيب عليه يكذبوا أمام كل العالم، وهو يعرف بأن كل العالم يعرفون بأن أكو قواعد أمريكية بالعراق. والله ذكرتني خلى سمعهم للعالم ورا اتصالك إيش قال إيه. وما مسموح لأي واحد من عندهم أن يعترض على أي تصرف من أمريكا أو إيران، لأن هي اللي وضعتهم بمناصبهم، ما مسموح لهم يتصرفون نهائيا. ولنفترض بأنه كلام عادل زوية صحيح، ومثل ما قال قواعد أمريكية ما موجودة بالعراق وإنما قواعد عراقية وبها عسكريين أمريكان. طيب هي قواعد عراقية صرفة، شلون تسمحون لترامب بدخولها؟ هذا مو يعتبر انتهاك لسيادة العراق؟ طبعا هاي إذا أكو سيادة سادفل. نعم. وإذا رجل بمنصب رئيس وزراء يكذب، فشنو اللي متأمله من الوزراء البقيين؟ أكيد راح يكذبون لأن قدوتهم كذاب. أستاذ أفل، يعني إحنا نقول إن شاء الله تكون سنة 2019 سنة خير وأمان على شعب العراق. إن شاء الله. إن شاء الله هذا اللي نتأمله. لكن بشنو نحتفل هسه؟ يعني الشعب يحتفل بالمشاريع العملاقة، لو بالجامعات اللي تأسست، لو بالمطارات، لو بالقضاء على البطالة، لو بمجانية التعليم، شنو نحتفل؟ يعني إحنا متأكدين بأن سنة 2019 حالها حال السنوات اللي سبقتها، ما دام هاي الزمرة مستمرة بتسلطها على رقاب الشعب. وكنا نتمنى أن يجتمع الأب والأم بأولادهم اللي أكثرهم تهجروا، وقسم منهم لحد الآن ما يعرفون أولادهم وين صاروا. صحيح. ما يعرفون أي شيء عنهم. يعني وما دام هاي الزمرة مستمرة بالحكم فلا راح نشوف أي خير بهاي السنة الجديدة، واحتمال نشوف زيادة بأعداد الفصائل المسلحة والميليشيات، وزيادة بتدخل إيران بالشأن العراقي، وزيادة بالاعتقالات والخطف والقتل، وزيادة بأعداد العاطلين عن العمل، وزيادة بالفقر. نعم. يعني من 2003 إلى هسه أستاذ أسل شنو اللي شفناه؟ الدول تحتفل بأعياد وبمناسبات حلوة، والعراقيين يدورون على أولادهم وأقاربهم اللي اعتقلتهم القوات الحكومية والميليشيات. من 2003 إلى هسه ضاعت الفرحة بالعراق أستاذ أسل، واللي يفرحون ويحتفلون هم بس المسؤولين وأبنائهم والبرلمانيين. لا ترى أبو ناصر لا تنسى عندهم منجزات المسؤولين. عندهم منجزات، عندهم اثنين ما عندهم غيرها. أسسونا الطائفية بالعراق بعد 2003 اللي ما كنا نعرفها. اي والله. ورجعوا البلد 2000 سنة لورا. والله كلامك على راسي، والله كلامك عين الصواب. ما عندهم غيرها. يعني هذول البرلمانيين اللي هم يمثلون الشعب واللي هم يشرعون قوانين لصالح الشعب، تصور حضرتك 90% منهم طلعوا الخارج العراق يحتفلون بالسنة الجديدة. صحيح. وبفلوس الشعب، والشعب تاكل الضيم والقهر. نعم. سنة 2019 والعراق وشعب العراق يعاني من عدم وجود مي صالح للشرب أستاذ أسل، يعاني من عدم وجود كهرباء مستقرة، وأكثر من 5 سنوات والمهجرين اللي يتمنون يرجعون لبلدهم صارت هاي أمنية مستحيل أن تتحقق بوجود هاي الميليشيات المنتشرة بكل مكان، والنازحين بعدهم يعيشون بخيم متهرئة ومتحملين البرد والحر. شنو اللي يحتفل به شعب العراق أستاذ أسل؟ يحتفل بالموت، لو بالجوع، لو بالقهر. الاحتفال الوحيد اللي إذا يريد يحتفل الشعب العراقي هو لما يقضي على هاي الزمرة المجرمة، وبذاك الوقت راح ترجع كرامة المواطن وترجع حيبة الدولة ويرجع العراق محترم بين دول العالم. نعم. وبدون تكاتف كل الشعب ما راح تنزاح هاي الزمرة. صحيح. هاي الزمرة المجرمة. صحيح. شكرا لك أبو ناصر. قبل ما أبث عادل عبد المهدي إيش قال على القواعد الأمريكية بالعراق، تصريح مضحك كان صراحة. عندنا أبو بلال من بغداد، حياك الله يا أبو بلال. أبو بلال، السلام عليكم. استاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لجنابك الكريم ولقناة الرافدين الفضائية الشريفة. حيا من قال. استاذ الفاضل، يعني سبقني الاخ ابو ناصر ويمكن ما خلى لي شيء يحكي نفس الكلام شفته من حضرتك. نعم. لكن بس ارد اوجه كلامي الى اللي البارحه هوسوا وطبلوا وب 12 بالليل سووها جبهه رمي. نعم. ها في كل بغداد. يعني والله ما راح حتى باللغه العربيه الفصحى ما راح اخاطب، راح اخاطبهم بالجلفيه لان مستواهم مال الجلفي. يعني اقول لهم عيب عليكم واستحوا شويه، استحوا خلوا مي حياء بوجوهكم. يعني على شنو هالهوسه هذه؟ الزحامات ببغداد يعني البارحه مو طبيعيه، على شنو؟ تفرحون بشنو؟ على قولت ابو ناصر يعني
تفرحون بسواد وجوهكم، لو بالذله اللي انتم عايشين بها، لو بالظلم اللي وقع عليكم، لو بسرقات ثرواتكم، لو بدخول المحتلين والاعداء الى بلدكم. يعني لا ادري ما على ماذا تفرحون. يعني ارجع القران الكريم، الله قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. زين انتم عايشين بذله تفرحون بالذله؟ بس فعلا سبحان الله، والله العظيم صرنا مثل بني اسرائيل، ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. زين احنا بسبب سوء اعمالنا الله سلط علينا دول المجرمين. يعني من ايام كانت المقاومه جاهه ضد المحتل، كل فرع وكل دربونه بها اربع او خمس جواسيس يبلغون عن الناس. زين فهذا الشعب مستاهل الذله. زين اللي همه بس تعال بغداد شوفها، بس بابا نويل وبس شجره عيد الميلاد وشكو طقوس نصرانيه. احنا لا نهاجم الدين المسيحي، دين المسيحي دين موجود ومستقل، لكن ما نتاثر به. متى رايتم يوما يعني امريكا نيويورك تسوي احتفالات بعيد الاضحى؟ متى رايتم باريس تحتفل بعيد الفطر المبارك؟ لا 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 اخ ابو بلال، يعني انا مو اخ ابو بلال، انا مو اعتراض احتفال براس السنه او احتفال بالعام القادم، لكن انا اعتراضي انه هم شافوا افغانستان ولا سوريا ولا اليمن ولا دوله من الدول اللي بيها الازمات اللي موجوده بالعراق محتفله. احنا لما نحتفل، انا مو اعتراضي على الاحتفال، بالعكس اتمنى الشعب العراقي اعياد يعني ايامه كل احتفالات، واتمنى الشعب العراقي يقضيها فرح وسعاده واشوفه مرتاح. لكن لما اشوفه هو دا يحتفل ودا يصرف هاي الفلوس على صعادات، لو شايل فلوس الصعادات ونعطيها للنازحين والله اشرف لنا. عافيه والله، جزاك الله الف خير. هذا البارحه نفس الكلام دا اتكلم به. زين والله بالبيت قلت لهم بالله عليكم هاي الفلوس هسه اذا بيها النازحين دول اللي ما يلقون خطيه بطانيه يغطون بها بالبرد هذا. نعم. زين لكن صدقني استاذ، يعني اخوي العزيز ابو ناصر قال المستفيدين، هم بس المستفيدين، والله حتى ناس بسطاء يعني يروح يدين ويشتري صعادات. يا يعني المشكله يعني بشر مهزوم، الشعب صار مهزوم من داخله. نعم. يعني حتى الكواكبي رحمه الله يقول اذا رايت شعبا يضحك في 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 قمه الازمات فاعلم انه شعب مهزوم شعب. نعم. مقهور. هذا الشعب لا يريد التغيير. يعني انا كان والله ايش اقول، يعني بس اقول عيب عليكم يا عراقيين. وانا اشكرك استاذ العزيز. شكرا لك ابو بلال. من بغداد عادل عبد المهدي طلع بتصريح والله يضحك، يعني يجب انه يعطوه جائزه، اللي هو افضل كوميدي لعام 2018. خلينا نسمع تصريحه. لا توجد لدينا قواعد أمريكية في العراق، هناك فقط قواعد عراقية فيها يتواجد بعض العسكريين من الأمريكان وغير الأمريكان. قاعدة عين الأسد قاعدة عراقية جملة وتفصيلا فيها تواجد. ثانيا هناك من يقول أن العراق لديه اتفاقية سوفا، status of force agreement. العراق ليس لديه اتفاق سوفا مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أي دولة بحيث تجيز مجيء مسؤول أو قائد عام للقوات المسلحة لزيارة قاعدة تابعة له. والله ما أعرف شحكي، يعني من يطلعون الجرائد الأمريكية والمجلات الأمريكية يقولون بالعراق 11 قاعدة أمريكية بحلبشة وبعين الأسد وبالحبانية وما أعرف وين وبغداد وبمطار بغداد و ويطلع لنا الأخ يقول ما ولك، هو الجيش الأمريكي انسحب من سوريا وسحب آلياته وجنوده ومدرعاته وطبابها للشمال وانت ما تدري نايم، تقول لي ماكو قواعد أمريكية، تقول لي ماكو قاعدة أمريكية. لا هذول الجنود اللي طلعوا ويا ترامب شنو؟ يعني السؤال يطرح نفسه، لما اجى ترامب هو وبنته ونزلوا بقاعدة عين الأسد، ذول اللي موجودين سحنة عراقية واحدة بنصهم ما شفنا. عفوا زوجته لترامب لما نجوي، سحنة عراقية بنصهم ما شفنا، كلهم أمريكان صرف. ويجيك عادل عبد المهدي واحنا بعدنا بالبداية، أول كذبة إلى ما شاء الله، أول ما بدينا العام كذب، قال ماكو قاعدة أمريكية، قواعد عراقية صرفة بيها كم واحد بس، اكو كنديين وياهم واكو المان وياهم واكو استراليين وياهم، كم واحد؟ ليش زعلانين انتو؟ يجي ترامب ويطلع يشوف جماعته ويطلع لا تزعلون، لان هاي قاعده عراقيه احنا جايبينهم على حسابنا. يعني ما اعرف
ما أعرف عادل عبد المهدي ولا حيدر العبادي اللي قبله هم أنا كان يقول ما عندنا قواعد أجنبية. حياته الأخونا بالله دخل باعوا هاي قاعدة عين الأسد، طلعوا لي ذولا هسه إذا تفتر هذولا الشكول طلعوا لي بها واحد عراقي. أرد أشوف العادل عبد المهدي منو ذاك، من بيت الموسوي لو هذا من بيت جنابي لو الأخ من الرمادي لو الأخ من صلاح الدين، طلعوا لي واحد منهم. ماكو يعني ما أعرف شنو العقلية اللي طلع بها عادل عبد المهدي. هل يعتقد إنه الناس أغبياء؟ هل يعتقد إنه الناس ما عندها عقل؟ لو ما شاء الله دونالد ترامب رئيس دولة طالع لي تقول على البساط الأحمر بهوليوود يأخذ جائزة الأوسكار يوقع على شفقات صلوات على محمد. هاي يعني ما أقدر أقول شيء أكثر من هذا الكلام، بس يعني هاي الكذبة تشوف الناس عادل عبد المهدي شنو، مثل ما تمسك فالح الفياض. قبل ما يدركنا الوقت عندي واتسابات لازم أقراها. شخص من العراق يقول إخوان هؤلاء الرعاة لا ينفع معهم إلا لغة السلاح، لأنهم لا يعرفون الشعور بالمسؤولية تجاه مواطنيهم، فإنهم لم يكنسوا عصابة الخضراء في القمامة، فالعراق لا يكون فيه خير إلى أن يرث الله الأرض. ما كاتب اسم الأخ. شخص آخر من العراق يقول كل علي الياسري عفوا يقول كل عام والشعب العراقي بألف خير. إن شاء الله يا رب يصير بألف خير. لا نعتقد هناك أي تغيير في جميع المجالات السياسية والاجتماعية أو الخدمية، بل نتوقع الأسوأ نحو تدمير النسيج العراقي وتطور خطط سرقات قوت الشعب العراقي وثرواته. أيضا شخص أبو عبادة الجنابي من تركيا يقول لا يمكن ولن يتغير الوضع الحالي في العراق في ظل وجود الاحتلال الأمريكي من جهة والاحتلال الإيراني من جهة أخرى، ومن يتكلم عن الاستغلال العراق فهو واهم، الاحتلال الأمريكي لم ينسحب من العراق، والدليل سنة 2016 أنا خرجت من سجن تديره القوات الأمريكية مع الأسايش الكردية في السليمانية. أكو واتسابات كثيرة أخرى ما قدرت أقراها، أعتذر منكم مشاهدينا الكرام. إحنا طبينا بعام جديد، مثل ما تمنيت بالبداية أو رجيت رب العالمين بالبداية أرجو لكم الخير، أرجو من الله أن يمن عليكم بالصحة وأن يمن عليكم بحكومة وطنية عراقية صرفة 100%، ما تقبل لا بأمريكي ولا بإيراني ولا بتجاوز، وتبني لكم البلد مرة أخرى. في أمان الله.